تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1441 للهجرة. أعرب فيها سموه عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالمجد والرفعة. كما تلقى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى برقية تهنئة مماثلة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. عبر فيها سموه عن خالص تهنيه لجلالته بهذه المناسبة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.